في موقف مر علي البارحة واليوم حابة أشارككم هذا الموقف. البارحة وحدة في السناب شات طرشت لي مسج وكانت متضايقة من تعامل تاجرة من التاجرات، وإن طلبت شيء وصلها الشيء مش مثل ما هي تبعه، وهذا الشيء سبب له ضيق. فلما كلمتني البنت أنا قلت لها توكلي على الله والله بيعوضك وخلاص، يعني إن ما يعني ما تكبرين السالفة، ومو بلازم يعني الواحد يشتكي وكذا. أصلا الشكوى شو، دائما أؤمن إن الشكوى لغير الله مذلة، يعني ولا حد يعني ما بتحصلين أصلا اللي تبينه من الشكاوي، وإن الله بياخذ حقك. وفي الليل غمضتني، قلت يعني لو بس تعاطفت وياها يعني شوية أو سمعت أكثر، وصخيت على السالفة. لما جيت اليوم الصبح أفتح أوردر مداخن، عندي طلبية مداخن كم من طلبية وأبغي أسويها، لقيت أن حجم المداخن مش مثل حجم المداخن اللي دايما أني أنا آخذها، وأني في فرق. الفرق كان بسيط بس أنا مبين عندي. ويوم ياسا أشتغل كنت وايد متضايقة، وايد متضايقة، والإحساس اللي يعني هو الإحساس إنه وايد أحاسي الصراحة. يتني حسيت إني أول شيء إني ليش إني مثلاً ما مرتاحة اليوم أسوي هالشغل، ليش اني مثلا لما حتى مثلا لقيت حد يساعدني، او يعني هالاحاسيس كلها تيج طريقة او اخرى، يعني ما تخيلين. وحسيت انه اوكي هالمداخن اذا انا بطيحه في جبدي، اذا ممكن وديته حق الناس ما بتتقبل سعرها، كل هالافكار يتني افكار سلبية. وطبعا هي هاي كلها مش حقيقية، الأفكار كلها مش حقيقية، هي كلها بس في مخي أنا، ما في حقيقة فيها. فعقب كلميت الحرمة قلت لها المداخن حجمها مش أوكي، قالت لي لا حجمها أصلي 14، هي طلعت مش 14 حتى أقل عن 14. فهنا يعني رديت بعد مرة ثانية كلميتها، قلت أنا وايد متضايقة وهاي المداخن بطيها بجلدي. فردت لي عقب قالت لي لا إن شاء الله ما بطيح. يعني شوفي كيف إن التاجرة الشاطرة تحتويك، يعني كذا موقف يجيك مثلا التاجرة تقولي لها وصل لي الغرض منكسر، تقولك بحول لك المبلغ على حسابك أو بعوضك إياه، خلاص أنت هنا ما تفكرين بأي شيء ثاني، إنه خلاص خطي حقك. وحتى ساعات ما تبين تقولي لها برأي خلاص، يعني مب هذه مشكلتك، مشكلة التوصيل أو شيء من هالقبيل. بين لما تي التاجرة تي بأسلوب ثاني، تي تقولك مثلا لا إيش معنى أنت اللي استوالك هذا الشيء، إيش معنى يعني أنت إحنا أنت يعني ما تتنازلين، تحسين إن ليش هي تعقد عليك اللوم، يعني تحسين بهالأحاسيس اللي تخليك أصلاً متضايقة. استوقفتني هنا فكرة أبغي أشاركها وياهم، اللي هي الأمانة في العمل، أمانة في شغلك. أنا أعرف تاجرات ما شاء الله الله موسع عليهم لأنهم هم أمينات في عملهم. تقولي مثلاً يوم أسير أختار المداخل أنا بروحي أسير أختار، أشوف محبة حبة أشوف فن، مع أن هي يعني عندها شغلها لفت تداوم وعندها هذه الطلبات وعندها أشياءها، بس بعد السير وهي تختار. ليش؟ لأن ما تحب أن مثلا تأخذ شيء وعقب يطلع بصورة مش حلوة قدام زباينها وتطلع يعني. فهي هنا الواحد يهتم لسمعته، لأن هذه هي الأشياء اللي بتبقى لك، الأشياء المادية وتروح. أنا مثلاً الحين
الفلوس بتي وبتروح، بس شو اللي بيبقى؟ بيبقى سمعتش، بيبقى ان الناس بشو بتذكرك؟ ان هاي امينة يعني، هاي مثلا شغلها دايما اوكي. وهي بعد فكرة انك انت تكومنيكيت، انك انت تحاورين. يعني مثلا الحين انا مثلا السايز اصغر، بخبر زبايني قبل ما ياخذونه. مهمة التاجر الشاطر مش فقط انه هو يبيع، انا ما بس انا بس ببيع وخلاص، يعني هاي مش مهمة، مش هدفك انت بس انك انت تبيعين، هدفك انك انت تحافظين على زباينك هذه اللي اشترى. على فكرة الحين انت لما تحافظين على زباينك هم يعني وايد اوفر لك ما انت تبين وتدورين زباين جديدة. يعني انا الحين اليوم نو زباين، هذا اللي يشترون عندي هم دائما اللي يشترون عندي من قبل، من اول ما بديت لين الحين هم نفسهم هذيل الكاستمرز اللي يشترون من عندي. فانت افضل لك، لانك انت ما بتيسين عقب تدفعين حق دعايه، تدفعين حق ترويج او هدايا او شيء من هالقبيل، خلاص عندك زباينك هم اللي يشترون دائما منك، فتحافظين عليهم بالتعامل الجيد، وهي الخدمه ما بعد العملاء ما بعد البيع. يعني هي الحين خدمة ما بعد البيع مش فقط حق الشركات الكبيرة، لا، حق أي شركة، أي حد عنده بزنس لازم يهتم حق خدمة ما بعد البيع. اهتم، أنا مثلا وصل المنتج، شو المنتج وصلت ومرتاحة أنت فيه، هذه هي اللي تخليك أصلا تكبرين، لأن يكون عندك أمانة في العمل. بينما الأشخاص اللي بس مهتمين إنهم يبيعون، كم بتبيعين؟ شوفي هالناس اللي هي مثلاً بس همها تبيع ما بتكمل، وتبقينها عقب سنتين ثلاث سنوات مسكرة شغلها، لأن ما حد بيها خلاص. هالناس اللي يو واشتروا وشافوا تعاملها ما يرجعوا لها ولا بيشترون من عندها مرة ثانية، لأن التعامل هو أهم شيء. يمكن حتى ان مثلا في ناس تشتري بعد حتى بس مجاملة، يعني مو بس لانك انت مثلا تعاملينهم زين او شافوا اسلوبك كيف في هذا، فيحبون انهم يعزرون. احنا اليوم وايد مهم ان نحن نركز على خدمة ما بين لها، وخاصة من يوم شفنا نحن التاجرات، مو باي وحدة ترى تبي تقول انا عمرها تاجرة، لا، لازم تكون عندك هذه الصفات، صفات الأمانة في العمل، انك انت حتى من بعد ما بعتي كيف انك انت تحتوين كاستمرك. انا صراحة اليوم هاي اللي جتني مداخل وايد حبيت اسلوبها، صح اني انا مثلا ضايقت بس احتوتني، ما حسستني ان لا وخلاص وها، يعني داركت الموقف وقالت خلاص انا المرة الجاية انا بسير وأنا بوقف عليهم يوم بختار، ما بخلي بس أطلبها. فخلاص يعني احتوت الموقف، كلمتش بطريقة، وانت تحاورتي معها بطريقة وعطتش مجالك انت تتحاورين. في ناس لا، حتى ما يبون يتحاورون خلاص، يعني لا، باعوا وخلاص، هذه هي مهمتهم، هذه مش تجارة، مش هذه ما تعتبر مو من التجارة ولا يخصها في التجارة. بما أنكم سمعتوني للأخير، يلا خلنا أراويكم كيف إن إحنا نلزق هذه الورقة على المدخن. استخدم الصمغ هذا، وايد احب شركة البنتا ارت، بس انا ما كنت استخدم الصمغ مالهم، كنت استخدم مال التدو، بس لان التدو مش متوفر فحبيت استخدمه. جيد صراحة، مش سيء، من افضل الصمغ من بعد التدو. ابطل كلينكس كامل وابدأ اني انا حركة اللي هو أطلع الهواء من النص مثل حركة الشمس، أشعة الشمس شكل ما نقول،
أمشي وايد عليه، لأن إذا مشيت وايد عليه تتقصص الكلينكس.